بهذه الكلمات ودعت سيدة فلسطينية أحفادها الثلاثة الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة. الأطفال الثلاثة كانوا في الكنيسة مع ذويهم هرباً من القصف الإسرائيلي على منازل المدنيين في غزة دون أن يعلموا أن الموت كان بانتظارهم حتى هنا. هذه الصرخة وتلك الكلمات اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ناقلة عمق معاناة المدنيين في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين. يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت مساء الخميس الماضي غارة استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون. وقد وصفت بتركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على الكنيسة التي نزح إليها الكثيرون بجريمة حرب.